شعبنا في أحلك الظروف، هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني. نقل القضية الوطنية من قضية إناثية إلى قضية شعب له حقوقه كباقي شعوب الأرض. في هذه المناسبة أؤكد على جملة من القضايا وهي أرضية لصياغة رؤية واستراتيجية وطنية فلسطينية. أولاً، مواصلة الجهد السياسي والدبلوماسي التي تقوده القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الأخ الرئيس محمود عباس أبو مازن في عزل هذا الاحتلال وسياساته وتجديد المواقف لصالح دولة فلسطين. أكثر من 68 عاما نستذكر الألم الذي ألم بكل الشعب الفلسطيني من تشريد وقتل وإبعاده عن وطنه الأم وهي فلسطين التاريخية. هذا الشعب الذي هجر بأيدي العصابات العنصرية الإسرائيلية والصهيونية أنذاك. اليوم نجدد الأمل أيضا بأن حق العودة هو حق مقدس لا يمكن التنازل عنه، لا يمكن لأحد أن يفكر حتى بعقله الباطني أن يتنازل عن هذا الحق. فملايين المشردين في كل مخيمات الضفة والقدس وغزة ومخيمات اللجوء هناك في الأردن ولبنان وسوريا وكل أصقاع العالم، من حقهم أن يعودوا إلى قراهم ومدنهم التي هجر منها بفضل الإجبار والإقصار الصهيوني أنذاك. في هذا اليوم نجدد العهد للشهداء، للأسرى، لجرحانا الأبطال، أن القدس أن الهدف الرئيس الذي استشهدوا وقدموا كل التضحيات من أجله وهو القدس عاصمة أبدية لفلسطين، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق مقدس، وأننا على دربهم سائرون حتى الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة عاصمة القدس، وحق العودة الذي يجب أن يعيد كل الشعب الفلسطيني إلى قراه التي هجر منها إلى فلسطين التاريخية.